نفسه شنته رمز وهدية. مشاهدينا متابعين الكرام، اعلنت انطلاقه شوطنا الثامن الذي يحمل تحديات فئه الجعدان الحقايق من المسافه هي الخمسه او المسافه هي الثلاثه كيلو مترات. شوط يحمل العديد من الاسماء ومن الشعارات الحاضره في هذا الشوط. هناك اشقر يتقدم الجميع، احمد بن عبيد بن محمد الفلاسي يتقدم مع المركز الاول. المركز الثاني يصن الذيب سهيل بن علي بن سعيد بن علي الملعاي الكتبي، والمركز الثالث هناك الشبابي سعيد بن عبد الله الجاري الكتبي. المركز الرابع هناك الوصول في هذه التحديات الجميلة والرائعة والمميزة. الله الله، هناك التغيير 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 مع انطلاقة شاهين سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا هذا الاسم المميز والغزالة يمعى بن عبيد بن خليفة الساحر الاكتبي يتواجد في هذا الشوط وفي هذا التحدي الممتاز والرائع والجميلة. الله الله الله، وصلت الأسماء وصلت الشعارات، ولكن شاهين مع مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول مع هذا الأداء الجميل مع هذا الانطلاق المميز والرائع والمميز والجميل. شاهين سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط مع الأداء الجميل ومع التحديات المميزة. والمركز الثاني هناك الشبابي سعيد بن عبد الله الجاري الكتبي، والمركز الثالث الله 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 الله، وصلت الأسماء وصلت الشعارات في هذا الشوط وفي هذا التحدي المميز والرائع والجميل. هناك الوصول أيضا مع الغزالي مع بن عبيد بن خليفة الساحر الكتبي، والمركز الرابع هناك الوصول مع نجد خليفة بن سلطان بن رشيد الكتبي، يقدم لنا نجد على المركز الرابع. والمركز الخامس هناك الوصول في هذا التحدي مع مرضي علي بن جمعة بن سبت السويدي يتواجد مع هذا الشعار ومع جرناس بالفعل ومع أيضا مرضي بالفعل، ولكن الصدارة 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 مع المركز الأول مع شاهين ومع هذا التحدي الممتاز شاهين، وأيضا المركز الثاني نجد بنفس الشعار بنفس الشعار بشعار علي سلطان بن رشيد الكتبي، شعار الدكتور شعار الدكتور. الله سلام سلام لك يا دكتور، سلام لك يا دكتور الأصايل. يقدم لنا في هذا الشوط شاهين هو ناصم شاهين وأيضا ومرضية مع المركز الأول والثاني والثانية مع هذا التحدي الممتاز. الله هذا هو شاهين ينطلق مع المركز الأول، يندفع مع البداية الأولى والعصاف الأبطان والنقطة السادسة لهذا الشعار. سلام يا أبو محمد، سلام لك يا دكتور، سلام لك يا دكتور الأصايل الذي لقب بالدكتور، لقب بدكتور الأصايل مع هذا الشعار الذي دائما معود جماهيره ومعود محبينه على انتزاع المركز الاول وعلى كسب الرموز وكسب التحديات. سلام يا العوير، سلام سلام لكم يا هالي العوير، اسعد الله صباحك يا ابو محمد من مثل هالي العوير في هذه بالنقطه السادسه في هذا الشوط وفي هذا التحدي. اذا هذه النقطه السادسه ضمن مكرمه ابو خالد لحظات الوصول الى خط النهايه لشاهين معلن الفوز والناموس سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي. المركز الثاني اللي وصلنا مع المركز الثاني نجد خليفة بن سلطان بن رشيد الكتبي، والمركز الثالث هناك الوصول مع الغزالي يمعى بن عبيد بن خليفة
الساحر الكتبي توقيت زمني 4:42 ثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار.